السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. معانا وصفة لذيذة وصحية، رح نعمل عصير مركز. نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي عندنا حبات من الجزر، نحط له مي وقليل من السكر حتى نحافظ على لونه. نغليه على النار حتى يستوي. نطفي النار ونضيف 3 حبات مانجا ونهرسها بالمكسر. حتى تصبح بهذا القوام. إضافة السكر اختياري، ممكن نحليه بالعسل وممكن ما نحليه. لا، الفواكه كتير حلوة. رح نصفي العصير بالمصفى. ممكن نحتفظ بالعصير لمدة أسبوع. هذا العصير المركز جاهز. وصحة وعافية، أنصحكم تجربوه كتير لذيذ. نسكب العصير في الكوب، ربع الكوب عصير مركز، ونضيف الماء ونخلطه بشكل جيد. وممكن نضيف الليمون وهذا اختياري. وعليكم بالعافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، نورونا واشتركوا بالقناة. عليكم بالعافية، بحبكم كثير، وباي باي.